السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، والتي نناقش فيها كيف وصلت غزة إلى حافة الانهيار، انهيار صحي واقتصادي وحتى سياسي، ومن المسؤول عن هذا التردي في القطاعات كلها بلا استثناء. ومن زهرة المدائن ننقل إليكم معاناة أصحاب المحلات التجارية المهددة بالمصادرة، كيف تبدأ قصتهم مع المعاناة وكيف تنتهي بمصادرة أملاكهم ومحلاتهم التجارية نتيجة الضرائب الصهيونية المجنونة. كما تتابعون في حكاية مدينة لهذا الأسبوع، مدينة غزة هاشم، مدينة المقاومة والصمود، والكثير من المعلومات حول هذه المدينة. نبدأ بعد مشاهدة هذه الأغنية من تراثنا الفلسطيني، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الفقرة، زهرة المدائن. ماذا يحدث مع أصحاب المحلات التجارية التي عملوا من خلالها لعقود طويلة إلى أن جاء الاحتلال وفرض عليهم الكثير من الضرائب التي حولت حياتهم التجارية إلى جحيم لا يطاق، حتى أن العشرات بل المئات من هذه المحال التجارية أغلقت أبوابها تحت وطأة هذه الضرائب والتي تتعدد وتتكاثر في كل عام. هذا مخطط كان لجباية مزيد من الأموال من المقدسيين، ومخطط أيضا كان لانهيار الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة المقدسة من ناحية أخرى. دعونا نتابع كيف فعل الصهاينة ذلك من خلال متابعة قصة تاجر فلسطيني في مدينة القدس يتعرض لهذه النوعية من الضرائب الباهظة، ثم نواصل نقاشنا. إسحاق أبو خديجة، إحنا موجودين هلأ في منطقة باب السنسلة ملاصقة للمسجد الأقصى الحرام القدسي الشريف. إن ولدت أنا باب السنسلة الحمد لله رب العالمين، وأتمنى إني أموت في باب السنسلة الحمد لله رب العالمين، لأنه هذه أرض رباط مش سكن. أنا موجود وهذا المحل موجود معانا من سنة 40 سنة 38 مع الوالد. الوالد هجر من منطقة اللد وأجا سكن في البلد القديم في القدس. طبعا الحمد لله رب العالمين انا واخواني ولدنا هون، ونتمنى من الله انه نموت بهالبلد هذا الحمد لله رب العالمين. مش مجامله ولا رياء، لانه هذا رباط نياله اللي مرابط في بيت المقدس. مضايقات كثير عمالها بتصير من قبل الاحتلال علينا، من ضريبه، من ارنونه، من شرطه، من مخابرات، خلينا نحكي من جميع الاجهزه الامنيه. بس من شان نطلع من المنطقه هذه، منطقه القدس.
اجى الوالد واخوي الله يسهل عليهم فتحوا مخيطه. بعد المخيطه فتحوا مكوجي، الوالد قاعد فتحوا مكوجي. تعب شوي من الكوي الوالد، حوله لسوبر ماركت صغيره. كان يشتغل على قده فيه. فالوالد هيك وصل لمرحله الله يحسن ختامنا وختامه ان شاء الله رب العالمين، وصل لمرحله بيقدرش لا يروح ولا يجي يعني. فريحنا الوالد، انا قعدت محل الوالد، فاتحوا سوبر ماركت. فيش شغل بس اثبات وجود الي. مش ايدك عماد ابو خديجه، كان كمسلمين اثبات وجود ان احنا موجودين هون. كمحل الي عندي مثلا يسوى له، خلينا نحكي لك 100,000 دينار على فرض. اليهود بيضلوا يراكموا عليك الارنونه، بيضلوا يراكموا عليك الارنونه لما تتجاوز 100,000 دينار. ناخذ محلك اقبل الارنونه تبعتك. انا اللي قاتلني مش اني بديش ادفع، لازم ادفع للاحتلال مشان اثبت وجودي، بس فيش عندي امكانيه ادفع. انا لو اي شيء اقدر اسويهم ادفع لهم بدفع لهم، بس ما فيش عندي من وين بدي اجيب ادفع. بضلوا يضغطوا علي، يضغطوا علي انا علي ارنونه 260,000 شيكل. لما يصير 270 280,000 شيكل بقول لك محلك 300,000 شيكل حقه. هاي 40,000 شيكل اعطينا محلك. وصفت لهم وضعي كوضع السمكه. سمكة إما من المي شو بصير فيها؟ طيب أنا إذا بطلع من هون مش أنا، مش كعماد أو خديجة، أي إنسان ساكن من البلدة القديمة يطلعوا من البلدة القديمة بموت. يا راجل إحنا تعودنا على هوا القدس، تعودنا على على هموم القدس. والله العظيم لو بنطخ بمحلي ما بطلع من محلي. إذن هكذا تبدأ وتنتهي حكاية التجار المقدسيين وأهل الاقتصاد مع العدو الصهيوني ومع الضرائب الكبيرة التي يفرضها عليهم والتي تصل بهم في النهاية إلى إغلاق محلهم التجارية والبحث عن سبل حياة أخرى، وهذا يعني انهيار لحركة الاقتصاد في المدينة المقدسة وبالتالي الاستيلاء على هذه المدينة ومقدراتها. اسمحوا لنا أن نرحب معنا بالأستاذ زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مدينة القدس. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. أستاذ زياد، يبدو أن حكاية المقدسيين على وجه التحديد مع الضرائب التي يفرضها الاحتلال لن تنتهي إلا بمزيد من الخسائر الكبيرة على صعيد هذه المحلات التجارية والحياة الاقتصادية المتردية داخل البلدة القديمة وداخل المدينة المقدسة. كيف تصف لنا الوضع الآن أستاذ؟ شوف، احنا يعني كل يوم هو أسوأ من اليوم اللي قبله. طبعاً هناك سياسة ممنهجة من بداية الاحتلال من 67 بعد ضم القدس وفرض القوانين الإسرائيلية على المقدسيين بما فيها الضرائب. كان واضح جدا أنه هناك أبعاد لفرض هاي الضرائب اللي هي في نهاية المطاف الاستيلاء على ممتلكات المقدسيين والضغط عليهم اقتصاديا وإبعادهم عن القدس. وطبعا هذه تجربة بالنسبة للاحتلال هي تجربة ناجحة ومعروفة من 48 اللي استعملت ضد أهلنا في داخل أراضي 48، واللي كثير من الممتلكات أهلنا سواء في حيفا أو في حيفا أو في الناصرة أو في أي منطقة اللي تم تراكم الضرائب عليهم بنفس الطريقة اللي عم تتراكم علينا إحنا كمقدسيين الضرائب، وبالتالي باسم القانون بروحوا للمحاكم اللي طبعا لا يمكن الا انها يعني بعد خبرتنا الطويله بهذا الاحتلال انه هاي اداه من ادوات يعني تنفيذ سياسات الاحتلال. نعم. في الاستيلاء على المحلات واستيلاء على الممتلكات الفلسطينيه زي ما قلنا تحت مسمى القانون. و اليوم يعني النسب الناس اللي عندها ديون للبلدية أو للضرائب الأخرى عم توصل حوالي 80% من المقدسيين هم بيعانوا من هاي الضرائب وبيعانوا من تراكمها. جزء من الناس يمكن بالملايين سقط عليهم الضرائب اللي لا يمكن ولا أي ظرف بيقدروا يسدوا هاي الضرائب حتى لو باعوا محلاتهم، وبالتالي زي ما قلنا باسم القانون هم بحطوا ايديهم على هاي المحلات مقابل. إذن نعم، إذن سيد زياد، إذن سيد زياد، ضرائب كبيرة جدا أكبر من التي تفرض على الإسرائيليين بين قوسين، مئات المحلات مغلقة بشبه يعني بشكل شبه دائم،
بالإضافة إلى كل هذا، لا يوجد هناك دعم خارجي يصل إلى هؤلاء التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية داخل المدينة المقدسة. إلى أين يمكن أن تصل هذه الحالة بالمقدسيين بهذا الشكل؟ شوف، يعني المقدسيين على مدار سنين الاحتلال صحيح يعني قدروا يصمدوا حتى اليوم بتواجدهم بالقدس، لكن على ما يبدو انه الضغوطات كثير اكبر من طاقه المقدسيين انهم يتحملوها للمستقبل القريب. وهذا الاحتلال يعني واضح بالنسبه له من دراساته ومتابعته والى اخره، عرف انه قدره التحمل هي قدره محدوده. وصحيح بالمقابل يعني العالم العربي والعالم الاسلامي بيعرف قديش معاناه المقدسيين بدراسات اللي قدمت للعالم العربي، قدمت لمؤتمرات القمة، قدمت للمؤسسات العربية والإسلامية على مختلف أنواعها، ودراسات يعني على طول الوقت وهي تقدم دراسات وتحدث الأرقام وإلى آخره. وكل يوم زي ما قلت يعني في البداية، كل يوم إحنا بنخسر وجودنا بالقدس، بنخسر ممتلكاتنا، بنخسر وجود يعني كناس اللي عم بدافعوا عن القدس عم بتقلصوا، يعني بتقلصوا نتيجة كل هاي الضغوطات، وعلى الأخص الضغوطات الاقتصادية. والعالم العربي بياخذ قرارات لكن لا يحترم أي من هاي القرارات، ويعني كل القمم العربية ما احترمت ولا قرار من القرارات الخاصة بالقدس. تم إنشاء صناديق كثيرة، تم إنشاء على ذكر يعني الصناديق أستاذ زياد، ما المطلوب عاجلا في هذه المرحلة وخاصة بعد القرار المشؤوم لترامب؟ اليوم المطلوب هو المحافظة على المقدسيين. هلا كيف تترجم هاي؟ يعني يعني اليوم المقدسي وجوده هو اللي عم بحافظ على القدس. في الدقيقه اللي الاحتلال بنجح باخراج اي من المقدسيين من القدس، معناته عم بثبت وجوده، عم بثبت تهويد المدينه، عم بثبت الاستيلاء على اراضي اكثر واكثر واكثر. فبالتالي اليوم المطلوب دعم الوجود المقدسي، دعم الناس اللي موجوده بكل ما للكلمه بمعنى، يعني دعم مادي، دعم معنوي، ذهاب لمؤسسات الامم المتحده اللي هو. لكن اليوم يعني المطلوب هو الحفاظ على الانسان المقدسي. اشكرك سيد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه، كنت معنا من مدينه القدس. بعد فاصل قصير نذهب للفقره الحواريه حول انهيار وشيك في مدينه غزه، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. ما الذي يحصل أو يحدث في قطاع غزة؟ قطاع غزة الذي تعرض إلى 3 حروب خلال أقل من 5 سنوات، حرب في 2009 وأخرى في 2012 وحرب ثالثة في 2014، حروب مدمرة يعني رسخت حالة سيئة جدا اقتصاديا وإنسانيا في المدينة المحاصرة منذ أن نجحت حركة حماس في الانتخابات عام 2006. وبعد ذلك تعرض القطاع إلى حصار طويل جدا، إلى أن زاد الطين بلة كما يقول المثل العامي، قرارات عقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية من خلال يدها في قطاع غزة، وهي الحكومة ما يسمى بحكومة الوفاق الذي تم الاتفاق على أن تقوم بدورها تجاه القطاع من خلال مصالحة فلسطينية ومن خلال متابعة حثيثة لحل مشكلات القطاع وإعادة ما دمره الاحتلال وما إلى ذلك. كل هذا لم يحصل حتى اشتدت الأحوال أكثر في المدينة في الآونة الأخيرة، تقريبا في الشهور الأخيرة هي الأسوأ على مدينة غزة منذ عقود طويلة.
نحن الآن نتحدث عن انهيار في القطاعات الصحية والاقتصادية وفي القطاعات حتى القطاع السياسي، لا يوجد هناك انفراجة، هناك حالة من الكآبة، الناس تسير في قطاع غزة بحركة جنائزية حزينة للأسف الشديد، بينما رئيس السلطة الفلسطينية وحكومته ما يسمى بحكومة الوفاق تنظر إلى شعب قطاع غزة وتفرض عليه مزيد من الضرائب ومزيد من الإجراءات العقابية، ويقولون ذلك علينا أن نفرض إجراءات عقابية لمصلحة الناس حتى يعودوا إلى رشدهم، هذا ما قاله أكثر من قيادي في السلطة، وأنها طائرة مخطوفة وكل هذه الخزعبلات. على أي حال نحاول أن نستشرف هذه واقع هذه المدينة ومستقبلها من خلال ضيفنا عبر مباشرة معنا الأستاذ أدهم أبو سلمية المتحدث باسم هيئة كسر الحصار من مدينة غزة. أهلا وسهلا فيك أستاذ أدهم. حياكم الله أخي يونس وحيا الله كل مشاهدي قناة الرافدين وتحية لكم من غزة المحاصرة. أهلا بكم ونتمنى لكم الفرج القريب. أستاذ أدهم، شهور هي الأسوأ مضت أو مرت على مدينة غزة منذ حصارها في عام 2006 بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات، والذي جعلها بهذا السوء هو إجراءات مماثلة للحصار الصهيوني من السلطة الفلسطينية، ولا أريد أن يكون المدخل سياسي، ولكن لابد من افتتاح لهذا الحديث من خلال تهيئات الأرضية ليعرف المشاهد العربي والعراقي ما الذي جرى بالضبط في مدينة غزة، من أين بدأت القصة وإلى أين وصلت الآن لو سمحت؟ الحقيقة أن غزة منذ 25 يناير 2006 مع الانتخابات التشريعية التي شهد العالم كله بنزاهتها وفازت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت ما تسمى بالرباعية الدولية والتي تضم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي شروطا قاسية على الشعب الفلسطيني، وحاصرت الحكومة العاشرة التي كان يرأسها السيد إسماعيل هنية، وبالمناسبة قبل قليل الخزانة الأمريكية وضعت رئيس الوزراء الفلسطيني السابق السيد إسماعيل هنية على قوائم الإرهاب. منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم تعرض قطاع غزة لفصول من الاعتداءات والعدوان، كان أولها في عام 2006 عندما قصفت قطاع غزة وقصفت محطة توليد الكهرباء في شهر يوليو 2006، واستشهد عدد كبير من المواطنين في ذلك التاريخ. ثم في 2007 فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على كل قطاعات الحياة في غزة وأغلق كافة المعابر. كان لدينا مع الاحتلال الصهيوني كان لدينا 6 معابر، اليوم هناك فقط معبرين هما كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون. قطاع غزة هو شريط ساحلي ضيق مساحته بعدد أيام السنة 365 كيلومتر مربع، يحده من الشمال والشرق والغرب الاحتلال الصهيوني ومن الجنوب جمهورية مصر العربية. أغلقت كل المعابر في عام 2007 وبدأت إسرائيل حصارا خانقا أيضا في عام 2007 و2008، سمي في ذلك الوقت بحصار السعرات الحرارية، حسب علينا العدو الصهيوني ماذا نأكل وماذا نشرب بتعداد السكان، وأدخل لنا المواد بهذا الشكل ومنع مواد الإعمار من أن تدخل إلى قطاع غزة، وتضخم عدد سكان القطاع ومع ذلك لم يجدوا مأوى لهم. نسبة العجز في المباني بشكل طبيعي هناك حوالي 135 ألف وحدة سكنية هي نسبة العجز بالنسبة لدينا. ثم في نهاية العام 2008 كانت الحرب على غزة 2008-2009، ثم حربا أخرى في 2012، ثم حربا ثالثة في 2014، وبين كل حرب وحرب كان الاحتلال يشن حصارا وعدوانا على قطاع غزة. وربما حرب 2014 كانت الأكبر والأعتى، دمر الاحتلال الإسرائيلي ما دمر من البيوت، أكثر من 155 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي أو بشكل جزئي. حتى اللحظة هناك 30 ألف مواطن بلا مأوى في قطاع غزة في ظل عدم إعمار 5000 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها، دمرت كليا في هذه الحرب. الشهور الأخيرة مع العام 2017 بدأت السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية على قطاع غزة، خفضت الوقود، خصمت من رواتب الموظفين 30%،
بعد 12 عام من الحصار تأتي السلطة لتزيد المعاناة على قطاع غزة ولتتوج هذا الحصار بقتل ما يمكن قتله في قطاع غزة. أغلقت حسابات الجمعيات الخيرية، حاصرت الناس في قوت يومهم، منعت الدواء والمستهلكات الطبية، عطلت التحويلات الطبية إلا بنسب قليلة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 30 مريضا خلال العام 2017 بسبب منع الاحتلال والسلطة التحويلات الطبية. خلال هذه السنوات كلها ترافق معها إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل، لم يكن يفتح إلا بشكل استثنائي خلال تلك السنوات، كان أخطرها في عام 2017 حيث لم يفتح المعبر إلا 21 يوما. منذ بداية هذا العام لم يفتح المعبر على الإطلاق، لدينا آلاف الطلبة والمرضى وأصحاب الحاجات الذين يؤنون في قطاع غزة دون القدرة على السفر والتنقل. غزة معزولة الآن بالكامل عن العالم، غزة الآن تعيش على 4 ساعات كهرباء في أحسن أحوالها، غزة الآن بلا دواء، نسبة الفاقد في الدواء 230 صنف من الأدوية والمستهلكات الطبية فاقدة في قطاع غزة. قبل قليل كان لدينا شهيدة من شهداء الحصار. مع الأسف الشديد هذا ما يحدث بالفعل، ولكن قبل أن ندخل في القطاعات التي أصيبت في مقتل نتيجة هذا الحصار، دعني أسأل عن البعد السياسي في الموضوع. يعني قبل فترة، قبل شهور، كانت الإجراءات العقابية من السلطة كي يتم الضغط على حركة حماس لحل ما يسمى باللجنة الإدارية والذهاب إلى المصالحة. أما وقد حصل ذلك وذهبوا إلى القاهرة واتفقوا ويعني استبشر الناس خيرا وعادوا من القاهرة وتوقع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج أن تستلم الحكومة وما إلى ذلك، ما الذي جرى في هذه اللحظة ولماذا بقيت العقوبات هي ذاتها؟ بل كما تفضلت الآن تم فرض بعض العقوبات الجديدة من قبيل يعني خصم من رواتب الموظفين، والآن مشكلة الكهرباء والأدوية التي أدت إلى يعني إغلاق بعض المستشفيات. يعني أنا في تصوري أولا فيما يتعلق بموضوع المصالحة، كان هناك رغبة حقيقية ليس فقط من حركة حماس بل من كل قطاع غزة باتجاه المصالحة، وربما تابع الجميع ما عرف خلال الشهور الماضية بهجوم المصالحة. كان الهدف الرئيسي هو أننا كفلسطينيين لابد بعد هذه السنوات الطوال من الانقسام ومن الحصار أن نتوحد وأن نلملم جراحنا وأن ننتبه إلى القضايا الكبرى في ظل إدارة أمريكية مجنونة اعتبرت القدس عاصمة للكيان الصهيوني، في ظل احتلال يسرق كل يوم من أرضنا، المستوطنات تتمدد في الضفة الغربية كل يوم، اعتداءات ومحاولات تهويد. قبل قليل أنتم كنتم تتحدثون عن القدس وما تتعرض له من تهويد، غزة وحصارها كان هناك هجوما حقيقيا باتجاه المصالحة. قدمت في غزة كل ما تستطيع، يعني كل ما هو مطلوب من قطاع غزة من أجل إنجاح المصالحة تم، لكن يعني قوبلنا بهذه الإجراءات العقابية، قوبلنا بتعطيل عمل حكومة التوافق. حكومة التوافق تقريبا ترفع يدها بالكامل عن قطاع غزة إلا من بعض الإجراءات، بعض الضغوط التي تمارس عليها. عندما ننتبه إلى هذه القضية من جهة سياسية نلحظ بأن هناك قرارا واضح أنه قرار ليس فلسطيني فقط بل هناك قرارا إقليميا بإرادة دولية ينفذه الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، هدفه تنفيذ صفقة القرن. أنا أقولها بشكل واضح، وإلا ما المبرر لتجويع قطاع غزة؟ لماذا تجوع غزة في هذه الأيام؟ لماذا يتم إعادة فرض الضريبة 16%؟ لماذا تحرم غزة من الكهرباء؟ لماذا يتم استمرار إغلاق معبر رفح؟ لماذا تتصل المؤسسات الدولية قبل يومين بالبلديات الكبرى في قطاع غزة وتعلمها بوقف منحة السولار التي تقدم لها، ونحن بالمناسبة على أبواب كوارث جديدة في شهر 2 إذا ما طبقت المؤسسات الدولية ذلك، لأنه البلديات لن تكون قادرة لا على جمع نفايات ولن تكون قادرة على معالجة مشكلة الصرف الصحي إذا فعلا ما أوقفت المؤسسات الدولية هذه المنحة التي تقدم لها. لماذا يتم منع الأدوية والمستهلكات الطبية عن المرضى؟ لماذا يستهدف كل الناس في غزة، الأطفال والكبار والصغار؟ خلال الأسبوع الحالي 3 من الشهداء من الأطفال نتيجة هذا الحصار. الحقيقة أخي يونس أن هناك مخطط هدفه تجويع غزة للوصول بغزة إلى حالة الاستسلام، للوصول بغزة إلى حالة من الركوع حتى ترفع غزة الراية البيضاء وتأتي للمجتمع الدولي صاغرة، لأن هذه البقعة وهذه المنطقة هي آخر منطقة وآخر بقعة
تواجه هذا المشروع الصهيوني التمددي، لأن هذه المنطقة وهذه البقعة هي آخر منطقة ما زالت ترفع البندقية في وجه الاحتلال الصهيوني، هي آخر بقعة ما زالت تقول بالفعل وليس بالقول أن القدس هي عاصمة لفلسطين، وأننا لن نمرر صفقة القرن ولن نمرر قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني. ولذلك تعاقب اليوم غزة، غزة تعاقب، غزة تجوع. وأنا أقول لك بشكل واضح، هناك كارثة إنسانية في كل قطاعات الحياة. غزة على مدار 12 عام من هذا الحصار تحاول أن تتكيف مع ذاتها، تحاول أن تتكافل مع نفسها كما رأيتم قبل أيام في حملة سامح تؤجر على سبيل المثال، ولكن الحقيقة أن كل مقومات الحياة الموجودة لدينا تآكلت، كل مقومات الصمود الموجودة بين أيدينا تآكلت. اليوم أمس كان ممثل منظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، جاء وزارة الصحة قال أنا لا أملك إلا أن أقول لكم شكرا على الجهود التي تبذلونها من أجل حماية القطاع الصحي ولو بالحد الأدنى. ولكن الحقيقة أنه يوم أمس أغلقنا مستشفى بيت حنون، اليوم أغلقنا 7 عيادات رئيسية في قطاع غزة، بينها مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، ونحن ربما سنكون غدا أو بعد غد مع إغلاق. لماذا يتم هذا الإغلاق للأطفال الوحيد في منطقة شرق قطاع غزة؟ ما دواعي هذا الإغلاق؟ لأنه لا يوجد وقود، لا يوجد وقود، لا يوجد وقود، والسلطة ترفض حكومة التوافق حتى اللحظة أن تقوم بالتزاماتها تجاه قطاع غزة. هي تأخذ الضريبة من معبر كرم أبو سالم ومن الشركات ومن قطاع الاتصالات والبنوك وغيرها، أكثر من 140 مليون دولار شهريا من قطاع غزة، لكنها في نفس الوقت ترفض أن تقوم بالتزاماتها. أخي يونس، نحن أمام أعظم كارثة يمكن للعقل البشري أن يتخيلها. ممثل الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط مالدينوف قبل أيام قال أنه غزة هي الأسوأ إنسانيا في العالم الآن، لأنك أنت بتتكلم عن منطقة معزولة تماما عن العالم، كل المعابر مغلقة، لا يوجد حرية حركة وتنقل بالنسبة للناس، لا الناس تأتي إلينا ولا نستطيع أن نخرج إليها. هو معتقل 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 كبير، نعم، معتقل كبير. من السكان عندهم انعدام حاد في الأمن الغذائي، وهذا ما قالته الأمم المتحدة مرارا، يعني ليست نعم معتقل، نعم، في هذه المرة فقط، في المرات السابقة قالوا أيضا أن مليوني إنسان يعيشون بلا رعاية صحية، بوضع اقتصادي منهار تماما، وبلا كهرباء وإلى آخره. طيب أنا يعني لا أحب دائما أن أسأل أي القطاعات أكثر تضررا من هذا الحصار، لأنه مجرد ما إنسان يعيش داخل سجن كبير بهذا الشكل كما يحصل في غزة، فهذا يعني في حد ذاته ضرر كبير يصيب الإنسان الفلسطيني. لكن بالفعل ما أكثر القطاعات التي تعيش تحت أثر هذا الحصار وهي قطاعات متضررة ومصابة في مقتل كما نقول؟ كل القطاعات الحياتية تضررت نتيجة هذا الحصار، لأنه 12 عام تآكلت معها مقومات صمود كل القطاعات. واسمح لي في عجالة سأذكر أمثلة سريعة. قطاع الصحة لدينا نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية ومنع التحويلات الطبية من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، لدينا عجز يصل إلى حوالي 45%. أضف إليها أن الوقود الموجود لدينا الآن في وزارة الصحة يكفي فقط حتى بالخطة التقشفية، الخطة رقم باء الموجودة لدى الوزارة يكفي حتى منتصف فبراير. هذه الخطة سنضطر خلال الأيام القادمة لإغلاق كل العيادات الرعاية الأولية، إغلاق بعض المستشفيات الجانبية، والتركيز على المستشفيات الكبيرة حتى نستطيع أن نبقي المرضى على قيد الحياة، وحتى نستطيع أن ندير هذه الأزمة التي نعيشها اليوم. القطاع الصحي ربما من وجهة نظري هو الأكثر تضرراً، لأنه يعالج باقي القطاعات، ولأنه القضية حياة أو موت بالنسبة للمواطن، ولأنه المريض إذا لم يجد الدواء المطلوب لعلاجه سيموت، وبالتالي هو القطاع الأكبر. وحتى لا نحمل فقط السلطة المسؤولية وننسى الاحتلال، الاحتلال المجرم مسؤول مسؤولية مباشرة أيضاً عن هذا القطاع. 46% من الطلبات تصريح العلاج عبر معبر بيت حنون في عام 2017 رفضها الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة كبيرة من المرضى الذين تمكنوا من السفر عبر هذا الحاجز تعرضوا للابتزاز المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاحتلال المجرم مسؤول أيضا مسؤولية مباشرة عن هذا القطاع. هناك أيضا كارثة حقيقية في قطاع البيئة بالنسبة لدينا. 97% حسب منظمة الصحة العالمية من مياه قطاع غزة الجوفية ملوثة لا تصلح للاستخدام الآدمي. لدينا عجز
في احتياجات المواطنين اليومية. الحد الأدنى عالميا لاحتياج كل مواطن من المياه هو 100 لتر يوميا. في غزة 60 لتر فقط هو الذي يصل للمواطنين. الأكثر من ذلك أيضا فيما يتعلق بالمياه، تضطر 75% من البيوت في قطاع غزة للانتظار يومين إلى 3 أيام حتى تأتيها حصتها من المياه. ذلك أن إمدادات الكهرباء لا تسمح للبلديات ولا لمصلحة مياه بلديات الساحل أن تغذي كل البيوت في نفس الوقت، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي. انقطاع التيار الكهربائي أيضا أثر على الصرف الصحي. الصرف الصحي الآن يضخ إلى البحر دون معالجة في غالبيته. لدينا إشارات مؤكدة مع منظمة الصحة العالمية تقول بأن مياه الصرف الصحي في غزة في بعض المناطق تسربت إلى الخزان الجوفي، وهذا أمر خطير جدا انعكس على صحة الناس. أيضا ثلثي الشاطئ تقريبا للحديث بالتأكيد بقية، لكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير حول حصار قطاع غزة وأثره على القطاعات المتعددة، ثم نعود لاستكمال الحوار معكم، فابقوا معنا. تضيق حلقات الحصار على قطاع غزة كلما مر الوقت أكثر، تارة على التجار والحدود، وتارة ثانية على المواد الغذائية والأدوية، وعلى المرضى الأطفال تحديدا تارات أخرى، حيث اتخذت وزارة الصحة في غزة قرارا بإغلاق الأقسام الحرجة والحيوية أمام المرضى بسبب عدم توفر السولار اللازم لتوفير الكهرباء. هناك حالة انهيار في مختلف القطاعات الخدماتية تحديدا، وخاصة في القطاع الصحي. نحن نشهد يعني حالات متسارعة من سقوط الخدمات في قطاع غزة، مع مستشفى بيت حنون أغلق يوم أمس بسبب نفاذ الوقود. كما اشتد الحصار ضد الفقراء والأيتام والأرامل، فإغلاق حسابات الجمعيات الخيرية بتعليمات من السلطة وحكومة الوفاق ومنع وصول الأموال إليهم حرم ما يربو عن 13,000 يتيم من المساعدات، كما تسبب في إحجام آلاف الطلبة عن الدراسة الجامعية لعجزهم دفع الرسوم، إضافة إلى إغلاق مئات المصانع والمحال التجارية وتوقف الاستيراد والتصدير. المعابر المشتركة مع القطاع هي مغلقة، كمية الأشياء الاقتصادية التي تدخل القطاع بدأ تقليصها. معبر كارم أبو سالم في الفتى الأسبوع الماضي تم إدخال 350 شاحنة فقط، بمعدل كان يدخل من 800 إلى 1000 شاحنة. وودع أهالي القطاع خلال أسبوع واحد 3 أطفال صغار بسبب الحريق الناجم عن إشعال الشموع عوضا عن الكهرباء، وكذلك لحرمان المرضى منهم من التحويلات الطبية للعلاج. ليبدو المشهد حزينا شاحبا في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ورحب مرة أخرى بالأستاذ أدهم أبو سلمية. في سؤال أخير أستاذ أدهم، هذه المدينة التي يعني قاتلت الحصار وانتصرت عليه حتى هذه اللحظة، إلى أين ستصل الأمور إذا يعني بقيت أو بقي الحصار على ما هو عليه بهذه الطريقة؟ في دقيقتين لو سمحت. غزة قدرها يجب أن يكون أن تعيش بكرامة كما كل دول العالم، لأنه غزة تستحق الحياة. وغزة كما كانت طوال 12 عام تقاوم هذا الحصار وتقاوم هذا الظلم وتقاوم هذا العدوان، ستواصل هذه المقاومة. غزة بالتأكيد لن تركع إلا لخالقها، ولن تستسلم أمام إرادة الاحتلال الإسرائيلي، لأننا نؤمن بعدالة قضيتنا. نعم نحن نعيش في كارثة، هذه الكارثة تستوجب من كل أحرار العالم، تستوجب من أبناء أمتنا العربية والإسلامية أن يشكلوا سندا حقيقيا للناس في قطاع غزة. غزة هي الصخرة الأخيرة في مواجهة هذا المشروع الصهيوني التمددي. نحن ننوب عن الأمة في مواجهة هذا الاحتلال وفي الدفاع عن أقدس المقدسات، عن مدينة القدس، عاصمة المسلمين جميعا وليس عاصمة الشعب الفلسطيني فقط. غزة ستواصل صمودها حتى الرمق الأخير، وإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العذا، لكننا أبدا لن نستسلم وسنبقى نقاوم، وسنعيش إما أن نعيش فوق الأرض كرماء أو أن نموت تحت الأرض شهداء. أشكرك جزيلا أستاذ أدهم أبو سلمية المتحدث باسم هيئة كسر الحصار، كنت معنا مباشرة من مدينة غزة التي انتصرت في 3 حروب بصمودها وبقدرتها على البقاء شامخة في وجه الاحتلال الصهيوني وفي وجه القرارات الأمريكية وفي كونها رأس الحربة للمقاومة الفلسطينية أو للجهاد الفلسطيني المقدس ضد العدو الصهيوني في هذا الوقت الحساس من تاريخ أمتنا العربية
والإسلامية. يبقى لغزة أو ترفع لغزة كل القبعات احتراما وتقديرا على جهادها وقتالها من مسافة الصفر كما حصل في الحرب الأخيرة عليها في عام 2014، حيث دخل المجاهدون من مسافة الصفر واقتحموا مع جنود الاحتلال، التحموا معهم واقتحموا مستوطناتهم، وبالتالي قاموا بالواجب عن الأمة العربية والإسلامية. بعد قليل سنكون مع حكاية مدينة ومع غزة مرة أخرى. ما تزال مدن فلسطين تحكي حكاياتها الممتدة عبر الحضارة والتاريخ ومقاومة الأعداء والغزاة على مدار التاريخ. عفواً، هذه المرة تحكي مدينة غزة حكايتها بطريقتها الخاصة التي ما تزال تلتحم مع العدو الصهيوني من مسافة الصفر كما قلنا، وما تزال تشتبك بهذا العدو اشتباك الشرف والتضحية والفداء والكرامة. دعونا نشاهد هذه المدينة عن قرب، هذه المدينة التي ما زالت حتى هذه اللحظة رأس الحربة للجهاد في فلسطين المحتلة. مدينة غزة، غزة هاشم، سميت بهذا الاسم نسبة إلى جد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هاشم بن عبد مناف الذي دفن فيها، وتعد من أعرق وأقدم مدن العالم بل وأكثرها كثافة سكانية. غزة هي بوابة آسيا ومدخل إفريقيا، وكانت عبر العصور مفتاح التجارة والحرب والاستقرار لأي حاكم، لذلك تعتبر العاصمة الثانية لفلسطين، وهي المدينة الوحيدة في العالم التي هدمت مراراً وتكراراً في نزاع الحضارات، ولكنها في كل مرة تلملم جراحها وتستنهض همتها وتستصرخ أبناءها لتبدأ من جديد. غزة أول مدينة فلسطينية تدخل السجلات التاريخية، فقد تم ذكرها في النصوص المصرية القديمة كمدينة رئيسة منذ أواسط العصر البرونزي. تعرف غزة عند علماء الآثار بأنها مدينة عائمة على بحر من الآثار، وقد أدرك الاحتلال الصهيوني ذلك، فقام بنهب الآثار المهمة منها بشكل مخطط وممنهج فيما عرف بمذبحة الآثار. من أبرز معالمها الأثرية في بلدتها القديمة المسجد العمري الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد الأثرية في فلسطين، حيث تم تشييده على يد الكنعانيين قبل 3000 عام على شكل معبد وثني، ومن ثم تحول إلى كنيسة أفذوكسيا،
حتى جاء المسلمون وحولوه إلى المسجد العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسجد السيد هاشم، والذي يعتقد أن قبر هاشم موجود فيه. قصر الباشا، وهو اليوم متحف ومزار للسياح. كنيسة القديس بروفيريوس، ومسجد كاتب ولاية الملاصق للكنيسة، واللذين يرويان للعالم روعة تعانق أجراس الكنائس مع تكبيرات المساجد. تقع مدينة غزة جنوب غرب فلسطين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي شمال قطاع غزة، وتعد أكبر مدنه، وفيها قرابة نصف سكان قطاع غزة. تتكون من 20 حياً ومنطقة سكنية إضافة إلى مخيم الشاطئ للاجئين، ومن أشهر أحيائها حي الشجاعية، والذي وقعت فيه مجزرة الشجاعية في حرب عام 2014، وسمي بذلك نسبة إلى الشهيد شجاع الدين الكردي، أحد قادة صلاح الدين، حي الشيخ عجلين، والذي يعتبر عنبه من أجود أنواع العنب في فلسطين، حي التفاح وحي الزيتون، واللذين سميا بذلك لجودة التفاح والزيتون الموجود فيهما. تشتهر غزة ببعض الصناعات التراثية مثل البسط والفخار والأثاث المصنوع من الخيزران والتطريز والنحاسيات والنسيج، والتي حال حصار غزة اليوم دون تصديرها إلى أوروبا. يقال إن اسم الشاش في اللغة الإنجليزية غوز نسبة إلى غزة، وأيضاً غازون نسبة إلى غزة، وهو نوع من القماش المصنوع من الحرير. أنجبت غزة نجوماً منهم الإمام الشافعي، الشاعر والكاتب المسرحي معين بسيسو، الشاعر الكبير هارون رشيد، والذي غنت له فيروز سنرجع يوماً إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. واليوم تنحني الهام أمام صمود غزة وأبنائها بعد حصار دموي دام 11 عاماً ولا يزال. ذاقوا خلاله ويلات ثلاث حروب عمدت على قتل الحياة وأنشبت أظفارها في كبد أمة نائمة، والتي ستبقى شهيدة على ظلم العالم وعاراً على جبين الإنسانية، ولكنها لم تستطع قتل الإنسان الذي سطر بتضحياته ودمائه الطاهرة قصص العزة والبطولة والكرامة. ولسان حال أبنائها يصدح بي: يا غزة قد خاب من دساك. أنا من غزة مهد العزة، لا أحني رأسي للشدة، أنا في ناري كالأشجار أحيا شامخة المعتزة. أنا من غزة مهد العزة، لا أحني رأسي للشدة، أنا في ناري كالأشجار أحيا شامخة المعتزة. بالأحجار يهب وطال أحفر قبر عدو الغاشم، هتف وليسمعني العالم بدمي أبدي غزة هاشم. رحم الله الإمام الشافعي، وهو طبعا الإمام المعروف الذي يعد من أبناء غزة، الإمام الشافعي الغزي، عندما قال: وإني لمشتاق إلى أرض غزة، وإن خانني بعد التفرق كتماني، سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها، كحلت به من شدة الشوق أجفاني. رحم الله الشافعي، وكان الله بعون غزة التي ما تزال صامدة صابرة محتسبة تقود الأمة العربية والإسلامية إلى أجل معارك الصمود
والشرف والتحدي. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم من فلسطين، سائلين الله عز وجل أن نكون في الحلقات القادمة مع غزة وهي أحسن حالا من هذا الحال. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.